السلام عليكم. السلام عليكم. سمعوا هذا الميساج. والله العظيم سي غوتي عندك الحق ملي قلتي لا حلوا الحدود راه غادي يخرجوا على المغرب. ها انت شوف هاد الناس هادو جايين فرحانين من امريكا بوليداتهم كاريين معرساتهم داسيا المهم فرحانين برين ما كيطيح فيهم غير واحد الجزائري شوف الدقيقة خمسة جالس كيغوت وهذا خلعهم خلع الدراري صغار خلعها انكونفورتابل ميم يا دي ميساج دودون دونك خاص ضروري يديروا معهم شي حل واحد كينهق في الطريق ويغوت مالو على حالته بلاتي نوريكم لا فيديو وغادي تدخلوا وغادي نديرها لكم في اللين باش تكومونتيو لهاد لي زاميريكان هاد الفامي العائله الامريكانيه الامريكان اللي جات للمغرب وتبعها جزائري وخلعهم راهم في المونتاج حيدوا داكشي اللي داروا بقى مسجل غير الصوت ديالو يا لا يعني لا 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 جيري فيفا لا جيري كيتعقن عليهم تماك ها هي لا فيديو ديالهم بلاتي been like the city vibe of Casablanca and we're walking up towards like the old battalion right now which is really cool. So we're excited for good weather, huh buddy? Viva la Giri. So excited for find the restroom maybe. It's still 32 degrees today, but there's a nice breeze. We just turned the corner, so the what a beautiful day. Look at all those fishing boats. Okay, so also over here, but this is an absolutely stunning place. Totally different than like the city vibe of Casablanca. And we're walking up towards like the old battalion right now, which is really cool. So we're excited for good weather, huh, buddy? سمعتي راه تخلعوا لي زونفون تخلعوا هاد لي زونفون تخلعوا سي دوماج التعرض للاغلاق سي بيان دوماج سي بيان دوماج الوغ تحركوا هذه هذا اليرت هذه اليرت واخيرا راه كاين بزاف من هذا النوع راه كاينه عصابه هنايا لتخريب سياحه المغرب داكور باش نتفاهموا at the Corniche in Casablanca. Once again, the Tips fam joins you from the McDonald's. انتوما دابا وكنشكر بزاف واللي عنده شي ملاحظه بحال هذه يجيبها يزيفتها ليا اولا هو يبيبليها هو نتعاونوا على علاش باش نعلموا السلطات المعنيه بيان سير باش يراقبوا هذا الشيء ومشيو يقلبوا على هذا السيد هذا راه في كازابلانكا انا ما شفتوش انا كنت شفتو انا كنت حاضر ليه انا جاتني غير الفيديو انا ما انا حاله اخرى انا راه في البلاصه غادي نعيط لي زاكل عرفتي لي زاكل البوليس ديال الموتور غادي يجيو في البلاصه والله العظيم سي غوتي عندك الحق ملي قلتي لا حلوا الحدود راه غادي يخرجوا على المغرب ها انت شوف هاد الناس هادو جايين فرحانين من امريكا بوليداتهم كاريين معرساتهم داسيا المهم فرحانين برين ما كيطيح فيهم غير واحد الجزائري شوف الدقيقه خمسة جالس كيغوت وهذا خلع الدراري صغار خلعها انكونفورتابل ميم يا دي ميساج دودون دونك خاص ضروري يديروا معاهم شي حل واحد كينهق في الطريق ويغوت مالو على حالته تسمعوا بارطاجيو باش توصل للمسؤولين ديال الامن بس كيغني يا لا 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 فيفا الجيري تخرج سنات تخربيق هذا فين هما البوليس ديالنا فين هما اللي شدوه ولا اللي هزوه يرفوا ليه ويلوحوا والديه حتى دابا المغاربه ما كيديروش حتى واحد ها
وما لاحظتي كاين واحد لا كوب ديال هاد لا فيديو سفا بوسيبل ديرونجاهم ولا قال لهم شي تخربيقه ولا شوف راه داروا المونتاج ديكوباج هاد الناس هادو راه غادي يديروا لنا شي مشاكل مع الاجانب وهما اللي عاطين صوره خايبه للمغاربه راه كيدخلوا عندنا باش يسوهوا المغاربه ايوا وكاين شي اصحاب خوا خوانا هادوك بوحدهم هادوك هذا البسوي يهديهم هو سيروتي نهضروا فرانشمون حنا درنا واحد ليغور فاتال مع جوج دول اللي هما كبار بحال فرنسا وبحال لونجلتير فرنسا كانوا كيقدروا المغرب دابا كيقدروا المغرب عارفين شنو كيسوى المغرب غير هو فاش قالوا الملك ديالنا باش ما يعاونش هاد الجزائريين هادو كانوا على حق احنا ما سمعناش ليه لان هما اللي ربوهم هما اللي ولدوهم هما اللي عارفين شنو كيسوى داك القوم المهم احنا تبعنا الاخوه والعروبه والاسلام وكاع داك الشيء فخرج منها فلوسنا وفرنسا بقات حاقده علينا اول شيء نادو حيدوا لنا الملك نفاو جابوا لنا ملك اخر جديد لان عارفين المغاربه ما يقدروش يديروا جمهوريه جابوا ملك فيك هذاك بن عرفه اللي كانوا غادي يقتلوا المغاربه لان احنا ماشي المشكل ديال جيب لنا ملك جديد نو سي با سا احنا مع الادارسه مع العلويين مع احنا مع الملك ديالنا هذا الله يخلي لنا ويخلي لنا ديك السلاله ديالو ولقاو بان ما يقدروش يجريو واحد البلاد بحال المغرب نادو جابوا عاوتاني محمد الخامس وتفاهموا معاه وعطاو الاستقلال ديالو يعني دي تيريتوار اللي كان حاكمه فرنسا ونطوندون ينيغوسي مع اسبانيا وحرشوا اسبانيا علينا باش ما يعطيوش داك الشيء في دقه واحده يكون داك الشيء تدريجي بداو بالصحراء اللي داروا لنا فيها القلاقيل من بعد غادي يجي سبتهم ليليا من بعد ان شاء الله تجي الجزر الخالدات يعني شويه بشويه بشويه كل شيء بالمهل كيتكلموا دنجال ماشي مشكل دونك هذه غلطه الاولى الغلطه الثانيه وهو ان الانجليز حتى هي حاطه علينا العين لان احنا يعني كنا كنعاونوا هذوك الويل الكحل ديال بانديلا ايوا وبقاو شادين هذاك الحقد ديالهم هذاك الشيء علاش ما غاديش يجيو يعترفوا بالصحراء هكاك ما عدا الا كانت هناك اقتصاد اللي هو خصهم انفيستي ويزيدوا انفيستي ونعطيهم واحد يعني دائما احنا اللي خصنا نتساهلوا لان درنا لي غور دونك فوالا وفرنسا حتى هي نفس الشيء باغه عارفه بان درنا لي غور فاش عاودنا الثوره الجزائريه اللي هي ماشي ثوره هم فات سيتي المغاربه هما اللي كانوا داروا هذيك الثوره هما الاخرين راهم عطيناش الطرح والرديح وداك الشيء الخايب المهم رحنا خلصنا منذ زمان عطينا لي مارشي بلا فرونس دايرين فرونسيزاسيون ديال بزاف الحوايج